بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد وردني سؤال من أحد الإخوة في فرنسا يسأل عن يأجوج ومأجوج، وأين يأجوج ومأجوج. الحقيقة التصورات الذهنية أو الفهم للروايات التي ذكرت في هذا الباب هو سبب الإشكال، فهمك لهذه الروايات هو سبب الإشكال. عد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وانظر ماذا قيل في يأجوج وماجوج، وبعد ذلك يتضح لك الأمر جليا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن يأجوج وماجوج؟ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. لاحظ الدقة القرآنية، ماذا عرضوا على ذي القرنين؟ عرضوا عليه أن يبني سدا. ماذا أجابهم ذو القرنين؟ هل أجابهم بالسد؟ عودوا إلى الآيات مرة ثانية. ما مكنني فيه ربي خير، يعني عندي شيء أقوى مما مكنني فيه الله، وهو خير من السد. إذن ذو القرنين لم يجبهم إلى السد. إذا رواية السد هذه التي أنت توهمتها وجعلتها في عقلك فأوهمتك تعارضا، الآن الكشوفات أحاطت تقريبا بالأرض كاملة، ويستطيعون من خلال جوجل إيرث أن يعطيك أي بقعة تريدها ولا تجد يأجوج وماجوج، فتجد الناس وقعوا في حيصة بيص، في حيرة. أناس يحاول أن ينكر مثل التنويريين والحداثين، هؤلاء ليس عندهم مشكلة، أحاديث إرمي بدون لا حبا ولا كرامة، ليس عندهم منهج علمي أصلا. فريق آخر يؤولها ببعض أمم الأرض، يقول الصين ويقول كوريا إلى آخره. الآن كل هذه الأفهام سببها البعد عن الآية القرآنية. السد لم يبنى أصلا يا أخي، لم يبنى سد أصلا. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، أريد منكم قوة، ها ساعدوني، أجعل بينكم وبينهم ردما. ما هو الردم؟ ما هو الردم في لغة العرب؟ يعني شيء مخفي، شيء مخفي. نقول ردمت الأرض، ردم البناء يعني أغلق. إذن ذلك البناء من زبر الحديد ومن القطر الذي هو النحاس لم يكن سدا، كان ردمة. ما معنى ردمة؟ يعني شيء مطمور. طيب أين هذا الشيء؟ لا ندري. قال لكن فلان وفلان من الناس ومن المؤرخين ومن القصاصين ومن غيرهم قال ذهبوا في يوم من الأيام فوصلوا إلى ذلك السد وكذا وكذا، وفي ناس آخرون قالوا هو سد الصين العظيم. كل هذا أمر لا يعنينا. سد الصين العظيم هو بناء بشري يمكن اختراقه أصلا بسهولة في بالوسائل الحديثة، كان في الزمان الماضي يحمي الناس من القتال البدائي. فالقرآن ذكر ردما ولم يذكر سدا. طيب يقول لكن في بعض الروايات موجودة في الأحاديث فهمت منها الردم، السد. أنت فهمت منها، طيب جاء فيها التصريح بالسد. نعم يا أخي جاء فيها التصريح بالسد، لكن معارض بما هو أقوى منه وهو القرآن، قطع الثبوت وقطع الدلالة في قضية أنه ردم ولم يكن سدا. إذن شيء ردم. طيب ما هؤلاء؟ أمة من الأمم يبعثها الله تعالى في يوم من الأيام،
طيب النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رؤية رآها، عن رؤية رآها أنه فتح من سد يجوج كذا وكذا، هذه كناية عن قرب خروج أولئك الناس، وهذا ممكن جدا. هناك شيء اسمه عالم المثال. ما هو عالم المثال؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار ورأى أهل النار يتعذبون فيها. أخبروني يا جماعة، قامت القيامة؟ القيامة قامت؟ حصل حساب والميزان والصراط وكذا؟ حصلت هذه الأشياء؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام رأى أهل النار ورأى النساء تعذب ورجال يعذبون ورأى أشكال وألوان. هذا اسمه عالم المثال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يتحدث عن شيء من هذا، عن شيء سيكون وليس عن شيء كان، في عالم المثال. وليس أن يأجوج ومأجوج هي أمة أرضية الآن محبوسة في سد كبير، وهذا السد قد اكتشفنا الأرض شرقا وغربا، إذا القرآن غلط. لا، هذا القرآن أعجز من قبلكم. هذا القرآن هو الصخرة التي تكسرت عليها قرون الأوعال من الملاحدة ونحوهم، يبحثون عن عيب له فيجدون بعد ذلك أنهم قد اصطدموا بالصخرة التي كسرت قرونهم. لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام تحدث صحيح، وكلام النبي حق وصدق عليه الصلاة والسلام، لكن يتكلم كما رأى إبراهيم، وإبراهيم في السماء كذا في الرابعة ولا غيرها، ورأى موسى سيد موسى عليه السلام، وحصل مفاوضات من أجل الصلاة. أين هو سيدنا موسى؟ أين مدفون؟ في فلسطين عند الكثيب الأحمر، هناك قبره. يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ميت ومدفون، والملائكة صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء أصلا الملائكة الأنبياء كلهم في قبورهم. هذا اسمه عالم المثال. الأرواح تتشكل كيف لا أدري، لكن النبي رأى حقا وصدقا، رأى في عالم المثال. إنما طلب القوم سدا فأجيبوا إلى ردم، وشتان بين السد وبين الردم. الردم يعني شيء يستر، شيء يستر ما ردم عليه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا.